بسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بالصف الأول الثانوي. رغم أن السؤال شرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية، إن شاء الله مستمرون معك في حل مجموعة تربية من كتاب العمشين إن وشين من كتاب جيم العمشين إن وشين. مستمرين مع الوحدة 8 الدرس الثالث والرابع. النهاردة إن شاء الله نشتغل على الجرامر بتاعها أو اللانجوج إكسرسايز زي ما مسميها كتاب جيم. بداية إن شاء الله صفحة 97 بسم الله مع بركة الله. نذهب مباشرة إن شاء الله التدريبات عشان نشوف أول جملة بتقول لك إيه. If they had had another chance, they would have grabbed the first prize. تمام. If اللي قدامك دي في حالة كام؟ أدي if هي وراها فاعل وأدي had وأدي had تانية، يبقى دي كده if الحالة التالتة، لأن if جاي وراها ماضي تام. بيقول لك لو كان لديهم فرصة أخرى، ماشي. They إيه بقى؟ the first prize الجائزة الأولى. طالما إن دي في حالة تالتة الجزء بتاعها مكتمل أهو جاي في ماضي تام، يبقى الناحية التانية أنت أدور على would have تصريف تالت. يبقى نقول would get، لا مش هتنفع، دي مكملة if في الحالة التانية. will get، لا دي في حالة أولى. may get، لا برضو لأنها تمثل if في حالة أولى. يناسبني أنا would have got لأن دي مكملة if في الحالة التالتة، ودي اللي تناسب الجملة رقم واحد. إجابة صحيحة في جملة رقم واحد would have got. اتنين بيقول لك if غادة had walked all the way، لو غادة كانت مشيت كل الطريق. شي كذا there by now، انها عايز اقول انها كانت هتبقى وصلت يعني بحلول الان او دلوقتي. طيب الجمله اللي عندي هنا هو اف على كام؟ برضه حاله ثالثه، ادي هذا هي ولا تصريف ثالث، يبقى ده ماضي تام. احنا قلنا يا شباب قبل كده ان جمله اف عامله زي المعادله الكيميائيه، طرف فيها مكتمل وطرف فيها ناقص، الطرف المكتمل هو دليلك للطرف الناقص. فادي اف هي جملتها ماضي تام، من الناحيه الثانيه انت تدور عليه، دور على ود هاف تصريف ثالث، تصريف ثالث في الاختيارات بتاعتك عشان تكمل معايا في الحاله الثالثه. يبقى would be خطأ. would have been هي الإجابة الوحيدة الصحيحة لأن هي مكملة في الحالة الثالثة. will be خطأ و had been خطأ تماما بنأكد. would have been إجابة صحيحة في جملة رقم 2 مكملة لإف في الحالة الثالثة. ابتدى بيقول لك فيها رامي would have been better if he رامي كان هيبقى أفضل لو كان إيه بقى his medicine regularly، الدواء بتاعه بانتظام. المرة دي عمل لك العكس، جملة إف هي اللي فيها الاختيار. طيب ماشي، نروح على الناحيه الثانيه المكتمله، ادي الفاعل وادي ود هاف وادي تصريف ثالث، يبقى برضو دي اف حاله ثالثه، بس ايه الطرف الثاني منها هو اللي مكتمل، انت اف اللي محتاج لها الاختيار، يبقى دور في الاختيارات على الماضي التام. يبقى نقول هاز تيكن، لا دي مضارع تام، توك ده ماضي بسيط، هاد تيكن ماضي تام، وهاد انت تيكن ماضي تام. الله، طب ده فيهم واحده مثبته واحده منفيه، ناخد مين؟ ناخد المثبته لان معنى الجمله يقتضي ذلك، هناخد هاد تيكن في شكل الاثبات. إجابة حسب الجملة رقم 3 عشان الجملة بعض على بعضها تبقى معناها رامي كان هيبقى أفضل، يعني صحته كانت هتبقى أحسن يعني لو كان أخد الدواء بتاعه بانتظام. هاد تيكن ماضي تام مكملة إف في الحالة الثالثة. إجابة صحيحة في الجملة رقم 3. أربعة بيقول لك فيها I wouldn't have found my wallet. حلو خالص، أدي فاعل مع wouldn't have مع تصريف ثالث، يبقى كده بتحكي في الطرف الثاني من إف في الحالة الثالثة، موجود مكتمل. طيب بعد كده فراغ هي هذه البد مي، الطرف بتاع اف مكتمل اهو فيه الماضي التام، يبقى انت كده عايز تختار ايه؟ عايز تختار اف او بديل ليها. معنى الجمله هنا يفرق معانا، بيقول ايه هو؟ بيقول انا لم اكن لاجد محفظتي، المحفظه بتاعتي ما كنتش الاقيها، ايه بقى؟ هي هذه البد مي هو ساعدني، يبقى هنا هو انت عايز ما يفيد النفي، لان معنى الحته اللي فاضله دي او اللي ناقصه دي ما لم. طب مين فيهم بقى اللي معناها اذا لم او ما لم؟ يا ترى اف ولا without ولا in case ولا unless؟ unless هي اللي معناها اذا لم او ما لم. اجابه واحده صحيحه في جمله رقم 4. نروح اللي بعدها، وصلنا لجمله رقم 5 واللي بيقول لك فيها if he لو هو كذا at the meeting early في الاجتماع مبكرا he would have had the chance to meet the boss، كان هيبقى عنده فرصه انه يقابل رئيس العمل. ادي فاعل معود مع هاف مع تصريف ثالث، يبقى دي اف حاله ثالثه، يعني انت كده دور على الماضي التام. يبقى نقول هاد ارايفد ولا هاز ارايفد ولا ارايفز ولا ارايفد؟ هاد ارايفد هي الوحيده الصحيحه لان هي الماضي التام. ليه ما نفعتش هاز ارايفد؟ لانها مضارع تام، دي خطا. ارايفز مضارع بسيط خطا، ارايفد ماضي بسيط خطا تماما بناكد. هاد ارايفد ماضي تام، اجابه واحده صحيحه مكمله للجمله رقم 5. ستة بقول لك فيها I wouldn't have come، يبقى ادي فاعل مع wouldn't have مع تصريف ثالث، يبقى ده الطرف الثاني من اف الحالة الثالثة مكتمل، يبقى كده فاضل لي ايه هنا؟ هو if I ايه بقى؟ that you were busy، لو انا كنت عرفت ان انت
كنت مشغول، يبقى انا كده عايز الماضي التام اكمل بيه في الفراغ ده هو عشان تكمل ايه في الحاله الثالثه. يبقى نو في شكل مصدر خطا، هاف نون مضارع تام خطا، هاد نون ماضي تام هو الاجابه الوحيده الصحيحه، ونيو ماضي بسيط خطا بالمره. بناكد هاد نون ماضي تام اجابه وحيده صحيحه في جمله رقم 6. جمله 7 يقول لك فيها في هاد فروزن فود، لو كان لديه طعام مجمد بيكمل هي كذا ات ات ذا مومنت، ان هو يتناوله في لحظتها يعني. طيب خد بالك من الجمله ده، هي في طرفها الاول في خداع. لو انت مركزت شويه تقول لي اه يا مستر ادي اف هي وادي هي وادي هاد وادي تصف تال، لا مش كده خالص. ده هاد اللي قدامك دي معناها لديه، بيقول لك لو كان عنده، وفروزن فود دي معناها طعام مجمد مش تصريف التالت من الفعل فريز فروز فروزن، لا لا خطا تماما. خد بالك من الحته دي، بيقول لك لو كان لديه اف هاد فروزن فود معناها طعام مجمد، يبقى دي كده اف حاله ثانيه، اف وراها ماضي بسيط اللي هو هاد، وفروزن فود دي معناها طعام مجمد، دي صفه ليه، صفه للطعام. تمام، لو كان عنده طعام مجمد كان ايه اللي هيحصل بقى؟ قال لك ان هو كذا ات ذا مومنت، ات ذا مومنت معناها في لحظتها. يبقى انت كده عايز ايه هنا؟ هو عايز مكمل دي في الحاله الثانيه، يعني وود المصدر او وودنت المصدر حسب اللي موجود في الاختيارات ومعنى الجمله. نقول ايه؟ وودنت بي ايتنج خطا تماما، وونت ايت برضه خطا، وودنت ايت هي الاجابه الوحيده الصحيحه بتاعتنا، وود هاف ايتنج خطا بالمره. طب ليه خدنا وودنت ايت يا شباب؟ لان هي اللي بتكمل معايا اف الحاله الثانيه، والمعنى قدامي بتاع الجمله اقتضى النفي، وهي الاختيار الوحيد اللي موجود اساسا ينفع مع الجمله بتاعتنا. طب نعيد معنى الجمله كده تاني ونقول ايه؟ نقول لو كان لديه طعام مجمد ما كان لياكله على الفور، يعني في لحظتها، لان الطعام المجمد هتاكله ازاي انت في ساعتها؟ خلاص ادي معنى الجمله على بعضها. وودنت ايت اجابه صحيحه في جمله رقم 7، واحنا استفضنا في شرح السبب ايه. تمام، بيقول لك اف اي هاد نون هيز ادريس، لو كنت اعرف عنوانه اهدي بقى اف حاله ثالثه، اف وراها ماضي تام اهو. ها الناحيه الثانيه هنقول ايه؟ عايزين وود هاف تصريف ثالث او بديل ليها، كود هاف تصريف ثالث او مايت هاف تصريف ثالث، هنشوف مين اللي موجوده في الاختيارات. او بعد كده جاء فراغ هيم ا ليتر، عايز اقول لك ان كنت هبعت له ايه؟ جواب يعني. طيب وود سند، وود والمصدر دي بتاعت اف حاله ثانيه مش هتنفع معانا، ويل سند، ويل والمصدر اف حاله اولى مش هتنفع معانا، كان سند عامله زي ويل سند برضو مش هتنفع معانا، فاضل مين؟ كود هاف سند، دي مكمله اف الحاله الثالثه، اجابه وحيده صحيحه في جمله رقم 8. معنى الجمله لو كنت اعرف عنوانه كان ممكن ابعت له خطاب، كود هاف سند بناكد اجابه وحيده صحيحه في جمله رقم 8. 9 بيقول لك فيها اف اي بقى فراغ هيم يسترداي، لو انا كذا هو بالامس، اي وود هاف اسكد هيم تو كم وذ مي، كنت سالته ايه او كنت طلبت منه يجي معايا. الناحيه الثانيه مكتملها ادي وود وادي هاف وادي تصريف ثالث، يبقى انت كده عايز ايه؟ عايز اف وراها ماضي تام، يبقى نقول هاف سين، لا ده مضارع تام، سو ده ماضي بسيط، ووز سينج ده ماضي مستمر، هاد سين ماضي تام هو الاجابه الوحيده الصحيحه اللي هيكمل معايا جمله رقم 9. هاد سين ماضي تام اجابه وحيده صحيحه في جمله رقم 9، اف الحاله الثالثه. نروح جمله رقم 10 عشان نكمل يا شباب. طيب في 10 وكمان نشوف معاها رقم الصفحه 10، بيقول لك ايه فيها؟ بيقول لك if you اذا انت كذا، وبيكمل at the time that these trees started growing، في الوقت اللي هذه الاشجار كانت بدات تنمو، you would have seen people build some of Egypt's ancient temples، كنت هتشوف الناس في مصر القديمه وهم بيبنوا بعض المعابد. تمام، خلينا في الحته المكتمله من القاعده اللي هي would have seen، اللي هي would have تصريف ثالث، يعني دي كده مكملة اف الحالة التالتة، يعني اللي فاضل لك في الفراغ ان هو تدور عليه ماضي تام. تمام، يبقى ليف في الماضي البسيط خطأ، ليف في المضارع أو المصدر خطأ، هاد ليف ماضي تام هي الإجابة الوحيدة الصحيحة، وود ليف اللي هي وود والمصدر خطأ بعيد عننا تماما، بنأكد هاد ليف ماضي تام إجابة واحدة صحيحة في جملة رقم 10 مكملة اف الحالة الثالثة. 11 بقول لك فيها if people hadn't had enough sleep، لو الناس لم تحصل على المقدار الكافي من النوم، زي كذا ال اف على كام دي؟ اف على ثالثه، ادي هاد انتهى وادي هاد، يبقى دي كده هو اف ماضي تام. يبقى الناحيه الثانيه انا عايز ايه؟ وود هاف تصريف ثالث في الاثبات، او وود انت هاف تصريف ثالث في النفي حسب معنى الجمله اللي قدامي. هو بيقول لك لو الناس لم تحصل على المقدار الكافي من النوم، طيب هم هيبقوا مرضى ولا مش هيبقوا مرضى؟ لا هيبقوا مرضى، يبقى انت كده خد وود هاف تصريف ثالث في الاثبات مش في النفي. يبقى نقول ويل بيكام خطا، وود هاف بيكام هي الاجابه الوحيده الصحيحه،
وود بيكم خطأ وود انت هاف بيكم خطأ تماما. ليه خدنا الإثبات وود هاف بيكم؟ عشان معنى الجملة بتاعي يقتضي ده. ما خدناش النفي وود انت هاف بيكم برغم انها صياغتها ك وود هاف تصريف ثالث وصحيح منفية، لكنها صياغة سليمة، لكنها ليست هي الإجابة. أنا عايز الإثبات وود هاف بيكم إجابة صحيحة في الجملة رقم 11، عشان معنى الجملة على بعضها، لو الناس لم تحصل على المقدار الكافي من النوم لأصبحوا مرضى. وود هاف بيكم إجابة صحيحة في الجملة رقم 11. 12 بيقول لك فيها unless he had followed my advice، كده بديل لإف. الجملة هنا هو في معناها في نفي، ما لم يتبع نصيحتي. unless حالة كام دي؟ حالة تالتة. أدي unless وأدي فاعل وأدي هاد وأدي تصريف تالت. تمام. بيقول ما لم يتبع نصيحتي، ها؟ he bought all his money، هو كذا كل فلوسه، ها؟ would have lost في شكل الإثبات، ولا wouldn't have lost في شكل النفي، ولا wouldn't lose ولا won't lose. يعني احنا قلنا دي unless على كام؟ حالة تالتة. ماشي؟ كويس خالص. بما انها اف حالة تالتة او unless حالة تالتة، يبقى انت كده هو عايز ايه؟ وده في تصريف تالت في الاثبات او النفي. معنى الجملة بيقول ان انت محتاج اثبات مش نفي. لانه بيقول لك ما لم يسمع نصيحة، ما لم يتبع نصيحتي كان كذا كل فلوسه، يبقى ايه بقى؟ كان فقد، كان ضيعها. يبقى انت عايز اثبات. would have lost مكملة أنلس الحالة الثالثة. الحالة الثالثة إجابة صحيحة في الجملة رقم 12. 13 بيقول لك فيها if you بقى فراغ ذات ستون، لو أنت كذا هذا الحجر you would have broken the window، كنت كسرت الشباك. خد بالك من أدي فاعل وأدي would وأدي هاف وتصريف ثالث، يبقى أنت كده عايز ماضي تام في الفراغ اللي هنا هو اف حالة ثالثة. يبقى نقول هاز ثرون لا مضارع تام، ثرو ماضي بسيط خطأ، هاد ثرون ماضي تام هي الإجابة الوحيدة الصحيحة، وثرو في المصدر او المضارع بسيط خطا تماما. نرجع ناكد، هاد ثرون ماضي تام هي الاجابه الوحيده الصحيحه في الجمله رقم 13. ننتقل لصفحه 98 عشان نكمل يا شباب. صفحه 98 عليها بدايه الجمله رقم 14 بتقول لك يبقى جاي فراغ مور كروبس، هو كذا المزيد من المحاصيل. اف هي هاد يوزد مودرن فارمنج ميثودز، لو كان اتبع الطرق الحديثه في الزراعه. طيب المهم عندي انا اف، عيني على اف، اف جملتها فيها ماضي تام، يبقى دي اف الحاله الثالثه. عايز انت الناحيه الثانيه وده في تصريف ثالث، عمليه منتهيه. يبقى نقول وده هاف جرون هي الاجابه الصحيحه بتاعتنا، لان هي ادي وده في تصريف ثالث اهي. وود جرو خطا لان مكمله اف حاله ثانيه، هات جرون ماضي تام خطا، والجرو خطا اكيد. بناكد الاجابه الوحيده الصحيحه هي وده هاف جرون مكمله اف الحاله الثالثه، اجابه صحيحه في جمله رقم 14. 15 بقول لك فيها I would have attended the meeting if، أنا كنت هحضر الاجتماع if I إيه بقى كذا تايم، لو أنا إيه وقت. أولاً if هي اللي فيها الاختيار، الناحية التانية مكتملة would have تصريف ثالث، يبقى أنت كده عايز إيه؟ عايز ماضي تام، إجابة صحيحة في الجملة رقم 15. يبقى would have had لا، had had هي الماضي التام وهي دي اللي هتكون إجابة. had لوحدها في شكل ماضي بسيط خطأ، have had مضارع تام خطأ بالمرة. بناكد هاد هاد اجابه صحيحه، لان دي الماضي التام اللي بيكمل معايا الحاله الثالثه في جمله رقم 15. هاد هاد. 16 بقول لك فيها اف يو كذا ذا بروجكت، لو انت كذا المشروع مور ثينكينج، تفكير اكتر يعني، يو وود هاف جيند ماتش مور فروم ات، كنت كسبت كتير منه. يبقى ادي فاعل معود مع هاد مع تصريف مع تصريف ثالث، يبقى انت عايز هنا ماضي تام. يبقى نقول وود جيف لا خطا، have given ده مضارع تام خطا، had given ماضي تام هي الاجابه الوحيده الصحيحه، would have given دي خطا بالمره. بناكد had given ماضي تام اجابه واحده صحيحه، بيكمل معايا جمله رقم 16. 17 وات وجاء فراغ if he had left the meeting، يبقى ادي if والجزء بتاعها الماضي التام موجود، يبقى انت الناحيه الثانيه عايز would have تصريف ثالث. يبقى would happen لا، لان دي بتاعت if الحاله الاولى، would happen لا لان دي بتاعت if الحاله الثانيه. had happened لا دي ماضي تام ملهاش دعوه بالموضوع اساسا، يبقى انا كده هاخد would have happened اجابه صحيحه في جمله رقم 17 مكمله اف الحاله الثالثه، تكمل معايا صياغه السؤال الموجود would have happened. نروح جمله رقم 18 واللي بيقول لي فيها if the money he had، لو كانت الفلوس اللي معاه مالها بقى enough كافيه. ماشي. He would have built a new hospital، كان بنى مستشفى جديدة. أدي فاعل معود مع هاف مع تصريف تالت، يبقى هنا هو دي جملة إيه؟ إف على تالتة. يعني أنت عايز إيه؟ عايز الماضي التام. تمام؟ عايز الماضي التام.
طب ادي هاد موجوده، هاد بتاعت الماضي التام موجوده، فاضل لك ايه انت كده؟ فاضل لك ايه؟ بيقول لك لو كانت الفلوس اللي معاه، ها ادي هاد، لو كانت الفلوس اللي معاه هذا اهي، فاضل لي كده ان الماضي التام عشان اجيبه، يبقى نقول هاز بين، ده مضارع تام. هاد لوحدها مش هتنفع معايا، الجمله هتبقى منقوصه لان ده كده هو الفعل في الماضي بس، لا انا عايز ماضي تام، يبقى نقول هاد بين ولا هاد تو؟ لا هاد بين، عشان يبقى معنى الجمله اف ذا ماني هاد، لو كانت الفلوس اللي معاه دي كده يملك خلاص، بس جايب شكل الماضي. هاد بين انف، كانت كفايه، ادي الماضي التام اهو من فيرب تو بي. انا عايز ايه بقى؟ تصريف التام ده، ادي هذا هو تصريف تالت، يبقى ده اللي يديني الماضي التام. ماشي، يبقى كده طرف اف الحاله الاولى اكتمل، اف ذا ماني هي هاد، هاد بين، ادي الماضي التام، وادي الناحيه الثانيه هي وود هاف بيلت ا نيو هوسبيتال، هاد بين ماضي تام، اجابه صحيحه في جمله رقم 18. 19 بيقول لك فيها if he hadn't helped me with some money، لو لم يساعدني ببعض المال. تمام، ادي اف حاله ثالثه واضحه جدا، ماضي تام منفي. تمام ماشي، بنكمل. I was able to buy a new flat، معنى الجمله الناحيه الثانيه يحتاج ان جملتك بودها في تصريف ثالث تكون منفيه. ليه؟ لانه بيقول لك في اول الجمله لو لم يساعدني ببعض المال، انا ايه بقى كنت هبقى قادر ان انا اشتري شقه جديده؟ اكيد ما كنتش هبقى قادر، لو لم يساعدني ما كنتش هبقى قادر. تمام، يبقى انت كده محتاج في الجزء ده هو وود انتهى في تصريف ثالث منفيه علشان تكمل معايا في الحاله الثالثه في جمله رقم 19، يبقى وود انت بي خطا والبي خطا، وود هاف بين خطا لانها مثبته، احنا قلنا عايزين المنفيه، يبقى هاخد وود انت هاف بين، اجابه صحيحه في جمله رقم 19. جمله رقم 20 بيقول لك ايه فيها؟ I wouldn't have found my wallet، ما كنتش الاقي المحفظه بتاعتي وزود بدون ايه؟ طيب ايه اللي قدامك ده؟ هو انا قدامي طرف من اطراف في الحاله الثالثه، وود انت هاف تصريف ثالث ماشي، بس هو ما جابش اف، ده جاب وزاوت، وزاوت دي معناها بدون، وده بديل من بدائل اف. طيب وزاوت يجي وراها يا اما نون يعني اسم، يا اما جرنت. تمام، تعال نشوف الاختيارات المتاحه ونقول هناخد ايه وليه. هيلبنج ولا بينج هيلبت ولا هيلبت ولا هي هيلبد مي؟ انا هاخد بينج هيلبت، اجابه صحيحه. ليه؟ لان معنى الجمله بيقول انا ما كنتش هلاقي المحفظه بتاعتي وزاوت بدون كوني تم مساعدتي. الله، ده الجمله فيها حاجه تاني غير اف، فيها بناء للمجهول. الجمله فيها حاجتين، فيها حاجتين، اول حاجه بديل الاف اللي هو وزاوت. تمام، الحاجه الثانيه ان الجمله فيها بناء للمجهول، يبقى ده معناه ان الجمله على بعضها بتقول لي انا ما كنتش هلاقي المحفظه بتاعتي لولا كوني تم مساعدتي، يعني لولا ان حد تاني ساعدني ما كنتش هلاقي المحفظه بتاعتي، وده اللي خلانا خدنا بينج هيلد اللي هي تمثل البناء للمجهول، وكمان تديني مكمله لبديل لاف في الحاله الثالثه في جمله 20 بينج هيلد. و21 بدا فراغ، وي جون تو ذا كلاب، ماشي، وي وود هاف بين هابيير، كنا هنبقى اسعد. المهم ان عندي وي وادي وود وادي هاف وادي تصريف ثالث، يبقى دي كده مكمله اف في الحاله الثالثه. ماشي، طب اللي جاي هنا هو ايه؟ اف نفسها ولا بديل ليها؟ حط كده اف هنا اهو هتلاقيها ما تنفعش، لان المفروض يكون في هنا ماضي تام. طب فين هاد؟ مش موجوده. unless زيها زي اف، برضو محتاج يكون ان هو في هاد، ودي مش موجوده. طب ادي هاد انت موجوده، هي هاد انت وادي هاد، اخد مين فيهم؟ هاخد هاد المثبته. ليه؟ لان معنى الجمله بيقول لك ايه؟ لو كنا رحنا النادي كنا هنبقى اسعد، مش النفي. ده اللي خلانا خدنا هات في شكل الاثبات، اجابه صحيحه في الجمله رقم 21. طيب هذه هنا بتعمل كذا وظيفه يا شباب، اولهم ان هي بتقوم بمقام اف، يعني حلت محل اف في بدايه الجمله. تمام، الحاجه الثانيه ان هي بتقوم بدورها الطبيعي، ان هي الفعل المساعد في الماضي التام، ادي هذا اهي وادي الفاعل وادي جون تصريف ثالث. تمام، ده اللي خلى هات في شكل الاثبات اجابه صحيحه في الجمله رقم 21. ده انا شو بيقول لك فيها افيت وبجاي فراغ فور يور هيلب كذا لمساعدتك، هنكمل معناها طبعا لما نختار افضل. I wouldn't have succeeded، انا ما كنتش نجحت. طيب hadn't لوحدها ولا isn't ولا hadn't been ولا weren't؟ انا هاخد hadn't been. ليه؟ لان انت عندك بديل لاف الحاله الثالثه اسمه if it hadn't been for، معناها لولا، ويجي وراها اما noun اما gerund. المتاح هنا هو noun، your help بمعنى مساعدتك، ده noun. الناحية التانية هتبقى مكملة اف في الحالة التالتة طبيعية، ادي فاعل مع وود انت هاف مع تصريف تالت. تمام، ده اللي خلانا هادنت بين، ناخد هادنت بين اللي هي الاختيار سي، اجابة صحيحة في الجملة رقم 22.
ترجم لك ساره وون هاف بين فاتر. فاتر هذا ساره كانت هتبقى اتخن لو ايه بقى؟ شي هاد ايتن ماتش، كانت اكلت ايه؟ كتير. تمام؟ ايه المكمل اللي هنا هو عندي؟ يا ترى اف وضعها الطبيعي ولا unless ولا but for ولا in case of if؟ لان معنى الجمله بيقول ايه؟ ساره كانت هتبقى اتخن لو كانت كلت كتير، او لو كانت كلت اكتر يعني. مش unless طبعا لان تفيد النفي، but for معناها لولا، دي خطا برضه تفيد النفي. in case of يجي وراها جيرند، ده مش متحقق معايا، جيرند او ناون طبعا. هنا هو اف هي الوحيده اللي اجابه صحيحه في جمله رقم 23، بتكمل معايا المعنى والوظيفه وكل حاجه. نروح لجمله رقم 24، ومنها كمان نشوف رقم الصفحه اللي احنا شغالين عليها يا شباب. 24 بدا بفراغ، they had the required qualities ان كذا، ان هم عندهم اللي هي بيقولوا عليه الامكانات المطلوبه او الصفات المطلوبه. زي وود جيت ذا جوب، كانوا حصلوا على الوظيفه. ادي زي وادي وود وادي جيت، يبقى دي اف حاله ثانيه. ادي وود المصدر، يبقى انت عايز ايه؟ عايز اف حاله ثانيه. طب لو بصيت كده بعينك كده بسرعه هتلاقي الاختيارات ما فيهاش اف، يبقى انت كده عايز لها بديل. مين هو؟ انليس اللي هو معناه اذا لم، واللي تفيد النفي، ولا بروفايد، ولا از لونج از، ولا سبوز. انا هاخد از لونج از بمعنى طالما هم عنديهم، كلمة از لونج از معناها طالما، ودي بديل لاف. طالما هم عنديهم الامكانيات المطلوبة، ماشي، ريكوايرد كواليتيز او الصفات المطلوبة، خلاص هيحصلوا على الوظيفة. از لونج از اجابة صحيحة في جملة رقم 24. تعالوا على 25، بدأ فرع بيقول لك ايه؟ ايتنج هيلثي فود از اسينشال، تمام، اي ويل دو ات. يبقى دي فاعل مع ويل مع فعل في المصدر، يبقى دي كانت اف حاله اولى، صح؟ طب ايه اللي ناقص انا؟ هو اف ولا without ولا in case of ولا unless؟ انا هاخد اف اجابه صحيحه. الله يا مستر، اف ما بيجيش وراها جرند، ما هو اللي قدامك ده مش جرند. eating healthy food على بعضها معناها تناول طعام صحي، ده اسمه فاعل. ده نقوله على ايه؟ فاعل. يبقى ايتنج هيلثي فود، التلات كلمات دول على بعض اسمهم فاعل. عارف ايه الدليل ان دول فاعل؟ ان الفعل بتاعه اهو از. يبقى دي كده اف حاله اولى، اف جاي وراها مضارع بسيط. ادي اف وادي الفاعل ايتنج هيلثي فود، وادي الفعل از. والناحيه الثانيه فاعل مع ويل والمصدر. اف اجابه صحيحه في جمله رقم 25، واحنا خلاص فسرنا السبب ايه؟ without تفيد النفي، وده مش من الجمله فيش فيها نفي. In case of eating healthy food is essential، طب تيجي ازاي دي؟ تيجي ازاي وان in case of بعد كده اجيب جنند وبعد كده اجيب فعل؟ لا غلط، مش هينفع. unless تفيد النفي بعد عننا اساسا، بناكد اف اجابه صحيحه في جمله رقم 25، واحنا شرحنا السبب ايه. 26 بدا فراغ، فور ذا نايل، فور ذا نايل، هنشوف بقى ايه بقى النيل، ماله النيل. ايجيبت وود بي ا ديزرت لاند، مصر كانت بقت صحراء. يبقى ادي ايجيبت اللي هي مصر، وادي وود وادي المصدر، يبقى انت كده دي اف حاله ثانيه. طب في وضعها الطبيعي ولا بديل؟ لا بديل. طب هنقول ايه البديل؟ if it were ولا if it hadn't been ولا if it had been مثبتة ولا if it hadn't been منفية ولا if it weren't. انا هاخد if it weren't. ليه؟ لان انا عندي بديل لاف في الحالة التانية اسمه if it weren't for، بمعنى لولا. لولا يبقى الاختيار الاخير هو اللي هناخده اجابة، if it weren't. اجابه صحيحه في جمله رقم 26. 27 بيقول لك فيها if I had my car، سوري if I had my hair cut. if I had my hair cut، لو انا كنت حصلت على شعري مخصوص، I كذا to the party، انا كنت ايه؟ عايز اقول كنت هذهب للحفله يعني. طيب ماشي. اف حاله كام دي؟ دي اف حاله ثانيه، لان had ده ماضي بسيط. my hair cut معناها شعري مخصوص، مش تصريف ثالث ولا حاجه. تمام، لو كنت حصلت على شعري مخصوص، طيب ايه بقى؟ تو ذا بارتي، يبقى انت كده عايز مكمله في حاله ثانيه، يعني وود المصدر. يبقى وود هاف جون، لا، لان دي مكمله في حاله ثالثه في الاثبات. وود انت هاف جون، لا برضه، لانها مكمله في حاله ثالثه بس في النفي. انا هاخد وود جو اجابه واحده صحيحه، لان هو اللي يكمل معايا في حاله ثانيه، ده حسب الجمله اللي قدامي 27. والجو خطا لانها مكمله في الحاله الاولى. نرجع وناكد، وود جو مكمله في الحاله الثانيه، اجابه صحيحه في الجمله رقم 27. 28 بيقول لك فيها if I كذا with you yesterday، لو انا كذا معاك بالامس، I would have dismissed this rude employee، انا كنت طردت الموظف الوحش ده. ها would have تصريف ثالث، يبقى انت كده عايز
اف حالة تالتة يعني عايز ماضي تام، يبقى نقول وير، لا دي ماضي بسيط. هاد بين، هي دي، لان هي دي الماضي التام. وود بي خطا وام خطا تماما، بناكد هاد بين ماضي تام، اجابه صحيحه في جمله رقم 28. ننتقل لصفحه 99 يا شباب عشان نكمل التدريبات بتاعتنا. صفحه 99 عليها بدايه الجمله رقم 29، بتقول لك وي ار جوينج تو ستارت بينتينج ذا هاوس تومورو، احنا هنبدا في طلاء المنزل غدا. ماشي، بيكمل ات دازنت رين، ان الدنيا ما تمطرش. طيب ايه هنا هو اللي هيجي في الجمله اللي قدامي ده؟ هي اف ولا بديل ليها؟ نقول انليس، ما لم تفيد النفي، بروفايدد شريطه ان، ولا without بمعنى بدون يعني، ولا وين عندما؟ لا هنقول بروفايدد. بروفايدد هي الاجابه بتاعتنا. ليه؟ لان معنى الجمله يقتضي ده. معنى الجمله بيقول لك ايه؟ سوف نبدا في طلاء المنزل غدا، ها، بشرط ان الدنيا ما تمطرش. ده معناه ان هي لو مطرت مش هيعملوا كده. تمام؟ بروفايدد اجابه صحيحه في الجمله رقم 29. 30 بدأ فراغ as fast as they could، معناها كده هو بأسرع ما يستطيعوا يعني. They wouldn't catch the train، ما كانوش هيلحقوا القطر. يبقى فاعل مع wouldn't مع مصدر، يبقى دي اف حالة تانية. وضعها الطبيعي ولا بديل ليها؟ لا بديل ليها. لأن لو قلنا if they ran المعنى هيكون خطأ. لو خدنا if they ran اللي هي اف حالة صحيح اللي قدامي ده، هي اف حالة تانية. بمعنى الجملة كده هيبقى ايه؟ لو كانوا جريوا بأسرع ما يمكن ما كانوش لحقوا، مش هتنفع. يبقى if they run هنا مش هتنفع، انها مدياني معنى مناقض للي انا عايزه. Were they to run as fast as they could، عاملة زي if they ran، برضه هتديني معنى متناقض على اللي انا عايزه، مش هتنفع. طب in case of running as fast as، برضه هتديني نفس المعنى. يبقى الاختيار A و B و C كلهم معناهم إثبات، أنا عايز نفي اللي هو unless they ran، ما لم يعني لو ما كانوش يجريوا بأسرع ما يستطيعوا ما كانوش هيلحقوا القطار. unless they can هي الإجابة الوحيدة الصحيحة التي تفيد معنى النفي في الجملة رقم 30، وبتديني إجابة أكيدة ووحيدة unless they ran. طيب نروح لي في الان، وادينا احنا حلينها قدامك، وهنقول لك الاجابات زي ما انت شايفها قدامك اهي، ولو في اي مشكله فيها ان شاء الله تقدر تتواصل معنا وتقول لنا دي احنا حطيناها ليه. هنكمل في الفراغ في جمله القطع رقم 1. الفراغ الاول وير، في الثاني سنت، الثالث فور، والرابع في ويل. طبعا كلهم قواعد زي ما انت شايف. لو في مشكله في اي حاجه فيهم تقدر تتواصل معنا تقول لنا هي احنا اخذنا دي ليه. القطعه الثانيه started has hadn't، والفراغ الاخير هنكمله بيه وين. القطعه الثالثه الفراغ الاول هنكمل فيه وين، ان، شود، وويتش. نروح للقطعه رقم 4، ودي القطعه الاخيره على صفحه 99. الفراغ الاول هنكمله بيه ميني، اللي بعده نو، الفراغ الثالث هنحط فيه وين، والاخير ذا. تدريبات اللانجوج اكسرسايز على الدرس 3 و4 من الوحده 8 انتهت، لكن لسه لا يزال لدينا ان شاء الله العديد والعديد من تدريبات المنهج بتاعك ان شاء الله هنحلها مع معلم خبير المزيان مستر عزت مدرس الشيماء الثاني بقى محافظ سواج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.